يوم به طه النبي حزين واختار يا يحيى أن يطاف برأسه واختار يحيى أن يطاف برأسه وله التأسيد الحسين يكون فإن تكون آل إسرائيل قد حملت كريم يا أحيا في طشت من الذهب فآل سفيان يوم الطاف قد حملت رأس الحسين على القناة والقضب يا ويلي يا ويلي رأسك يا خويا وين ما روح قبالي براس السما يلوح وش ما بي من صوابات وجروح كلهن بقلبي وقلبي فيوح وجسمك العفت هناك مطروح إيه والله وجسمك العفت هنايا ياك ما فوق الرموح الله يرعاه يا اختي دي صبري وسلمي امرك المولى راسي على راس الرموح هل رايح وياك يبرى الضعينه ويبرها بعد ويا اختي لو شفت الحجار سكني دي صبري ويا وين يحيى الذبح والانبياء ضجت له بنوح لن ذبحته مثل الشهيد حسين مذبوح ذبحه مثل ذبحه غريب الغاضرية في يوم ذبح ناحتي السبعين العليا والأنبياء والأوصياء نصبت عزية والكل ينادي وشيء مذبوح هذا ولا ليحيى سمعنا الذبحة ترجع ولا إلى يحيى سمعنا ضاعت أطفال ولا إلى يحيى حرام ركبة الذي بالطف مذبوح يا هي مصيبة زلزال الأكوان وتذوب الأكباد وتشيب الرضعة ما نال هذا الذي بالطف مذبوح نعم قدموا
رأس يحيى بن زكريا إلى تلك البغي، لكن رأس الحسين شهر به في البلدان من بلد إلى بلد. هذا وزينب ترى الرأس، وبنات الحسين يرون رأس الحسين على السنان، يرتل القرآن حتى أدخل على يزيد في مجلسه. رأت سيدتنا زينب رأس الحسين بين يدي يزيد يضربه بمخصرته، فنادت وأخاه وحسين راسك يا أخو يحين شفته تلعب عصي زيد على شفته، ذاك الوقت راسي لطمته وصديت للطاغي وندهت شلت يمينك يا ضربت. شتمني شتمني وتعدت له شتمت، لكن يا مهجة الهادي يا سلوة الهادي ومهجت يا أخو المذلك ضيع اخته معذور يا الحزة ورقبته، اي بالله معذور يا الحزايا يا ورقوبتك. يا ويلي انا عساني انجتل واروح وياك ولا شوفتي مخضوم بدماك، واشوف الرجس يضرب ثنايا شماتنا بالمجلس اقعود، لكن عتبنا على مقطوع الزنون، يا بالله عتبنا على مقطوع يا علي الزنون. اتمنى يا بن سفيان سمع القنطرة وياي موجود، وشوفك تحاجيني وتضرب راس اخويا بعيون، شبل حيدر وين عليه ضل على النهر ممدود، يا بالله شبل حيدر وين